الاستاذ ايهاب الجنيدي الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا استاذ ايهاب اهلا بيك. اهلا بيك يا امير وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله بخير الحمد لله. مش مستعان؟ نخفف انت شويه. لا تمام ماشي. عندنا ملفات كتير جدا هنتكلم فيها. خلينا نبتدي بالنادي الاهلي ومباراه الغد، مباراه غايه في الاهميه، مباراه المقاولون العرب. بتشوف اهميه هذه المباراه ازاي، وخصوصا ان في بعديها انبي وبعدين النجم الساحلي؟ هنتكلم في موضوع انبي ده، بس اتكلمني الاول عن مباراه. هو انبي ما اعتقدش لسه نهائي يعني؟ لا هو خلاص واضح ان هو نهائي بشكل كبير. خير طبعا ماتش مهم جدا في مسيره النادي الاهلي في الدوري، مسيره اللي هي 100% مع فايلر حتى الان. 11 مباراه ب 3 بونت، 33 بونت الاهلي متصدر بيهم بطوله الدوري، ولسه ليه مباراتين مؤجلتين زي ما احنا عارفين. المباراه اهميتها كبيره انها امام الفريق الوصيف، فريق متصدر طبعا قبل كده واللي كان متصدر كذا مره، فريق المقاولون العرب اللي بيقدم السنه دي اداء رائع جدا مع الكابتن عماد النحاس، مدرب القدير والمحترم اللي عامل طفره مع الفرقه. فاختبار قوي للنادي الاهلي، واختبار انا شايفه اختبار مهم جدا قبل مباراه قويه زي النجم الساحلي، يطمنك على الفرقه، خاصه ان المقاولين ليه طريقه يعني برضو لو شفناها من بدايه الدوري انا شايف انها قريبه من النجم الساحلي شويه. فريق جانب دفاعي مثلا، فريق بيدافع كويس جدا زي النجم الساحلي ما بيعمل، وبيعتمد على الهجمات المرتده السريعه. عنده لعيبه بيقدروا ينفذوا الطريقه دي وبيقدروا يخرجوا فيها في الكرات الثابته كويسين. الفاولات تحت منطقه الجزاء والكورنرز بيعملوها بشكل كويس جوه المنطقه، وعندهم لعيبه هيدرز كويسه. فشايفه اختبار من كافه النواحي، هيبقى اختبار كويس للنادي الاهلي، اختبار قوي يقدر من خلاله مستر فايلر يطمن على الفرقه ويشوف الفرقه مع عوده عدد طبعا زي ما احنا عارفين كبير من اللعيبه المصابين طبعا اللي هيبقوا رجعوا للقائمه زي ما اعلنت منذ دقائق وشفناها. هنتكلم عنها تاني. في لعيبه رجعت، لعيبه كانت غايبه في الماتش اللي فات، فده كويس انه يطمن عليهم ويشوف كافه الخيارات اللي قدامه قبل المباراه الصعبه بتاعت النجم الساحلي المصريه في مسيره الفريق في بطوله افريقيا اللي هنرجع برضو نتكلم عليها. طيب بتشوف ازاي مسيره النادي الاهلي محليا حتى الان؟ احنا عندنا طبعا مسيره محليه ماشيين فيها بشكل جيد، لكن المسيره الافريقيه اصعب واقوى واهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن حتى الان 11 انتصار متتالي بالنسبه للنادي الاهلي، كيف تقيم هذه الانتصارات واهميه المواصله خلال الفتره اللي جايه؟ انا شايف ان الموسم السنه دي مستر فايلر امام انجاز تاريخي. انجاز تاريخي طبعا، امام انجاز تاريخي من حيث عدد الانتصار المتتاليه. هو طبعا الماتش اللي فات عادل رقم الهولندي بونفرير قبل كده مع النادي الاهلي ب 11 انتصار متتالي 2002. الماتش بتاع باذن الله بكره المقاولين، ماتش هو الاهلي قادر على انه يكسبه يعني في الامكان، مش ماتش لا نريد يعني مش عايز اقول نستهين بيه ولا حاجه، لا هو ماتش قوي ولكن في ايد النادي الاهلي انه يكسبه وفي ايد النادي الاهلي يكسب بعدين الماتشات الباقيه. رؤيتي السنه دي انا شايف ان مستر فايلر ممكن يحطم الرقم التاريخي لجوزيه 17 انتصار متتالي، قادر يوصل الرقم. شايف ان مستر فايلر يقدر يعملها، الراجل دماغه كويسه، شغال كويس، كل ماتش بيفاجئنا بحاجه جديده بيطبق. يعني انا عكس الناس كلها، انا شايف ان حتى الان بيقول لك استقرار، انا شايف ان مستر فايلر حتى الان لا زال يستكشف النادي الاهلي لحد دلوقتي. لغايه دلوقتي ليه بقى؟ كل ماتش بنشوف تشكيل جديد. طب هل دي مده طويله ولا قصيره؟ مش مده طويله، الراجل عايز يوصل لافضل حاجه، الراجل مدرب طموح. ولا هيتعاقد معاه يوم 31/8 على ما اتذكر؟ 31/8 حاليا يعني لسه ما كملش اول ستة اشهر في مسيرته، لسه ما كملوش حتى الان. الراجل عنده طموح، راجل عنده فكره عايز يطبقه، وعايز يوصل بالنادي الاهلي لابعد المستويات على المستويين المحلي والافريقي. ولذلك هو لسه انا شايف ان هو برضه بيختار في اللعيبه، لسه بيحط اللعيبه اماكن، في لعيبه بيفاجئوا مستواها، في لعيبه بتغيب عنه فبيضطر يلعب بحاجات ثانيه. يعني انت لو شفت من اول الموسم لغايه الان يعني نادرا انك هتلاقي نفس التشكيله من ماتش للتاني. صح. فمستر فايلر دايما عنده الخيارات، وعنده الخيارات كتيره السنه دي، المجلس الاداره وفر له لعيبه كتير، وفي الشتاء دوت طبعا انتقالات الشتاء نجح انه يتعاقد مع لعيبه كويسه جدا. محمود عبد المنعم كهربا لعيب امكانياته هايله، هيفيد النادي الاهلي في جانبين مهمين، في الجناح المهاجم في حال اي اصابه زي ما شفنا الفتره اللي فاتت لرمضان، واندمج سريعا مع الفريق ويقدر يسجل هدفين زي ما شفنا المباراه اللي فاتت. والمهاجم الجديد اللي باذن الله يكون اضافه قويه لهجوم النادي الاهلي اليو باتجي، هنشوفه ارقامه الى حد كبير كويسه في 3 سنين بقى في 105 مباراه تقريبا سجل 36 هدف اعتقد. فبرضه بالنسبه هل دايما الارقام بتبقى هي المقياس يعني لمستوى اللاعب ولا مش شرط؟ لا مش دايما، حسب لما بيروح الفريق وانسجامه معايا وكلام من ده والفرقه زي ما انت قلت. الفريق الفرقه بتخلي المهاجم يبان في فرقه عن ثانيه بالظبط، وعندنا نماذج كتير جدا في العالم كده. نجوم كبار بتلاقيه راح فرقه
ما فيش لم يحالفه التوفيق ويمشي يروح فرقه تانية يكسر الدنيا. الطريقه بتاعت اداء الفريق نفسه والفكر بتاع المدير الفني بيختلف مع الطريقه الهجوميه. أليو باتجي مهاجم من خلال فيديوهاته اللي شفناها والقدرات بتاعته مهاجم بيمتاز بالسرعه. لقطات لأليو باتجي اول امبارح في او امبارح بالتحديد في النادي الاهلي الصبح لحظه وصوله النادي الاهلي بالظبط مع امير خفيف. هو الراجل شياكه وبتاعه هو مهاجم بيتميز بالسرعه سريع جدا في كل الماتشات اللي شفناها. طبعا بيساعده طويل بيجيب ضربات الراس كل دي حاجات مع النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت يعني مع مش عايز اقول في سوء توفيق مع بعض المهاجمين زي وليد ازار وعدم توفيق اصابات متكرره. مروان محسن يبقى كويس جدا للاسف تيجي له اصابه يرجع يبعد تاني يخش تاني فهيكون اضافه قويه لخط هجوم النادي الاهلي باذن الله. طيب عشان نتكلم بقى يعني ايه بخصوص كل ملف على حده يعني كنا بنتكلم عن مباراه المقاولين والقائمه اعلنت منذ قليل خلينا نستعرضها مره تانية مع جمهور النادي الاهلي واكيد انت عرفت القائمه خلاص. محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى زي ما قدامكم على الشاشه كده. خط الدفاع محمود متولي رامي ربيعه ياسر ابراهيم ايمن اشرف علي معلول محمود وحيد احمد فتحي ومحمد هاني في نص الملعب كل من عمرو السوليه محمد مجدي قفشه اليو جانج وليد سليمان احمد الشيخ جيرالد وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وفي الهجوم جونيور اجايي ومروان محسن. رايك ايه في القائمه؟ قائمة تقريبا على يمينك بالظبط يعني. قائمة فيها كل اللعيبة بتاعت النادي الأهلي اللي رجعوا سواء شايفين محمود متولي بيرجع أيمن أشرف بيرجع برضو أليو ديانج في خط الوسط بيرجع وليد سليمان كان غايب اللي بعتبره بقى ورا استراتيجية جدا طبعا من أول الموسم مع مستر فايلر هداف الفريق طبعا الموسم ده. ف اللعيبة القائمة نتوقع التشكيل قول. الشناوي لا جدال عليه تمام دائما طبعا منذ البداية. رامي ربيع الرجل الأول دائما في اختيارات مستر فايلر في الدفاع. أعتقد أنه الرجل بيحب أيمن. أيمن أشرف هيرجع اعتقادي بيحب أيمن ولا أيمن يستحق من وجهة نظر؟ هو أيمن أشرف فيه جدل شوية دائما بين الناس يعني أنا عايز أتكلم في النقطة دي. دائما يقول لك أيمن أشرف كل مدير فني بيلعب طب واحنا عندنا مساكين صريحين يا جدعان ما بنلعبش ليه؟ الراجل برضو لو لاحظنا ان اي مدير فني مسك النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت بيلاعب الراجل ده. هو بالمناسبه مدافع كويس جدا لازم نسال نفسنا ليه. هو ممكن ما يكونش مكانه الاساسي مساك لكن بالزبط. بيجيد اللعب في المركز ده بشكل جيد. ممكن يبقى في بعض الهفوات في اي مباراه ده طبيعي بيحصل يعني ممكن تبقى لو كتيره يبقى مش طبيعي لو قليله ده امر طبيعي لكن الواضح ان هو مع كل مدير فني بيلعب في المكان. انا من خلال علاقات في النادي الاهلي وكلامي مع مدربين في اكثر من مدرب الفتره اللي فاتت هم عندهم حاجه مهمه جدا فيه بيعجبهم دايما اشرف بيبني هجمه بالظبط ده امر مهم في الحقيقه وده في الكره الحديثه يعني كل المدربين الاجانب عجبهم فيه. احنا شفنا كل الناس اللي مسكت النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بتلاعب الراجل فلازم نسال نفسنا ليه. الراجل بيبني الهجمه وده شيء مهم بالنسبه لهم جدا بالظبط. يمين وشمال طبعا هيبقى علي معلول نكمل التشكيل ايمن اشرف وربيع يمين وشمال علي معلول واحمد فتحي تمام فتحي فتحي ولا هاني؟ كبيره فتحي على حساب هاني. اعتقد ماتش محتاج خبرات احمد فتحي. في النص هيبقى عندنا السليه واليو ديانج تمام ومجدي قفشه وهيبقى الشحات وفي الشيخ الشحات والشيخ انا بعتقد الشيخ اساسي الشحات والشيخ وجونيور اجاي هيبقى راس حربه اجاي راس حربه ولا مروان في ظل تأرجح اجاي. طيب رايك ايه في تطور مستوى احمد الشيخ او بتقيمه ازاي خلال الفتره اللي فاتت بالتحديد لما خد فرصه كبيره مع مستر فايلر وبيهدف الراجل وماشي بشكل جيد عنده احسن من كده بصراحه لكن رايك فيه؟ بص هو حتى الان لم يعني نحن نبحث عن احمد الشيخ المقص يعني حتى الان ولكن الراجل مقارنه بالفتره اللي فاتت وبدايه السيزون لغايه دلوقتي لا احمد الشيخ كماتش اللي فاته عالي بشكل كويس جدا بدا يظهر بدا يبقى مؤثر في الهجوم على الرغم ان انا بس يعني هو محتاج يدوس على نفسه احمد الشيخ شويه هتيجي مع الماتشات بالظبط يبقى يعني. افضل يعني احمد الشيخ لعيب عنده امكانيات عنده امكانيات عاليه جدا عنده امكانيات عاليه وعنده مهارات كبيره لازم يستغلها ويوظفها لخدمه النادي الاهلي بشكل اكتر من كده انما هو مقارنه ببدايه الموسم زي ما قلنا مستواه ارتفع بشكل ملحوظ بقى رجع يهدف رجع يبقى مصدر خطوره في كل الهجمات ويمكن الماتش الاخير شفنا انا كان تقييمي ليه 3 اتكلمت احد الاذاعات وقلت ان افضل لاعب من وجهه نظري في الماتش كان احمد الشيخ كان افضل لاعب
بالظبط. ماتش طنطا كان افضل لاعب في المباراه. ايه الفرق ما بين احمد الشيخ في المباراه الاخيره وقبل كده من المباريات؟ احمد الشيخ كان في مباراه طنطا زي ما شفتها امير مؤثر جدا في كل الهجمات اللي عملها النادي الاهلي، كان مؤثر وكان ليه بصمه موجود فيها. وبعدين لاحظت حاجه كويسه، بيرجع كمان يعني في المباراه دي رجع وقطع كذا هجمه في نص ملعب النادي الاهلي، واجبات دفاعيه يعني فقام بواجباته الدفاعيه وقام بواجباته الهجوميه، احرز هدف جميل طبعا اللي لعبها بشكل جميل وان تاتش، فكان ماتش رائع ليه يعني. نتمنى له يا رب كل التوفيق هو وزملائه خلال الفتره اللي جايه. لكن عايز اسالك بالتحديد على رمضان صبحي ومدى تاثر النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت بغياب رمضان صبحي، هل الاهلي تاثر فعلا؟ الاهلي بمن حضر مقوله القلعه الحمراء الشهيره، ولكن كويس. طبعا لازم يبقى عندك لعيبه مؤثره كويس، لعيبه لها تاثير مع الفرقه، والا اذا لو كده مش هجيب تدعيمات ومش هعمل ومش هجيب اضافات وكذا لو الفرقه كم. طبعا لازم يبقى ليه تاثير. رمضان صبحي لعيب مؤثر جدا من بدايه الموسم، ظاهر ما شاء الله مستوى متميز جدا في بطوله افريقيا، انا بعتبره احد الاسباب الرئيسيه فوز مصر منتخب الاولمبي بطوله طبعًا افريقيا طبعًا. قائد الفريق وحماسه والشغل اللي كان بيعمله، المباريات اللي كان بيقدمها وكان الدليل اختياره افضل لاعب في البطوله يعني. فطبعا النادي الاهلي متاثر بيه، وبعوده رمضان صبحي هيبقى فيه ضف قوه كبيره جدا في اجنحه النادي الاهلي الهجوميه. ما تتوقعش ان كهربا يلعب بكره؟ انت في التشكيل ما جبتش اسم كهربا خالص. بديل، هيبقى بديل برضه. هل هي استراتيجيه معينه من مستر فايلر ولا لسه شويه على كهربا؟ اعتقد تجهيز ليه. تجهيز ليه يعني، زي وليد سليمان برضو دايما مستر فايلر بيخليه ورق رابحه معاه. التجربه في المباريات اللي فاتت دي اثبتت برضو ان وليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا هنا يتم الدفع بيهم كبدلاء، بيعملوا تاثير قوي مع الفريق. ده امر مهم، واكيد القائمه في الحقيقه مليئه بعدد كبير جدا من اللاعبين المميزين. ده اللي احنا بنقوله، ان زي ما بقول لك شفنا القائمه في خيارات كتير جدا قدام مستر فايلر في كل الاماكن يعني، حتى القائمه موجود فيها جيرالدو برضه بالظبط، موجود كجناح مهاجم موجود، وبرضه مستر فايلر بيلجأ له في ماتشات كتير. بتشوف شكل المنافسه ازاي في بطوله الدوري السنه دي عشان نقفل الملف المحلي بقى؟ شايف المنافسه ازاي خصوصا في تواجد مثلا فريق زي المقاولين موجود السنه دي بشكل جيد جدا، الاتحاد كذلك، الزمالك ابتدى يخش، بيراميدز ابتدى يعني بيرجع واحده واحده، شايف المنافسه جدا مع المدير الفني الجديد. بطوله الدوري السنه دي بطوله قويه جدا، الفرق كلها عندها طموح والمنافسه قويه باستثناء اللي انا بعتبر يعني مش عايز اقول كده عشان ما يزعلوش، ولكن انا شايف ان الوافدين والجدد الثلاثه يعني تاثير حتى الان مش التاثير الكبير في الدوري. اسوان، طنطا، اف سي مصر، الدليل ان هم الثلاثه يعني في ذيل الجدول حتى الان يعني مع اختلاف يعني اثنين منهم في الاخر خالص، واحد قبل كده بشويه. منافسه قويه، فريق المقاولين ظهر بصوره قويه جدا السنه دي، اعتقد هيكون احد فرسان مصر الجدد في البطوله الافريقيه، احد البطولتين الافريقيتين في السنه الجايه. انا اسجل الكلام ده هيكون موجود ان شاء الله، اتمنى لهم كل التوفيق في الحقيقه. طبعا يعني فريق كبير وعنده تاريخ كبير جدا في الكره المصريه طبعا. بالظبط، وكان فريق من اوائل الفرق المصريه اللي لعبت في بطولات افريقيا يعني. بالظبط، فالمقاولين ظاهر بمستوى جيد جدا، فريق الزمالك بدا يرجع زي ما انت قلت، حاليا هو صاحب المركز الثالث ولديه ماتش مؤجل برضه بالنسبه له. الاتحاد السكندري حصل له يعني انا مش عايز اقول مش عارف ليه وقع يعني من ساعه ماتش الاهلي حصل فيه دروب يعني هو خسر الاربعه من الواحد من الاهلي، الاربعه بتوع الاهلي، والفرقه بدات تقع بشكل غريب يعني، بس رجع تاني في اخر ماتش الفرقه بدات ترجع بشكل كويس. فالاتحاد برضو السنه دي مستوى كويس. بيراميدز مع المدير الفني الجديد يعود من بعيد برضو ويقدم كره جميله، المدير الفني الكرواتي تشيرتشيتش تقريبا اسمه كده بالظبط. المصري بالنسبه لي لغز برضو، مش فاهم ليه المصري شويه فوق شويه تحت يعني، برضو من الفرقه المستوى مش ثابت على عكس بدايه الموسم برضو كانت بدأ السيزون بشكل كويس. ومن الفرق الجيده السنه دي اللي انا شايفها ماشيه بشكل كويس جدا، والتدعيمات اللي عملها استاذ فرج عامر في الشتاء ده فرقه سموحه، فرقه سموحه فرقه حلوه وبتقدم كره جيده، وبرده اعتقد هتبقى منافس قوي على المراكز المتقدمه. تقدر تتوقع المربع الذهبي من دلوقتي ولا لسه شويه؟ اقدر اتوقع البطل. البطل طب ماشي، والناس كتير جدا بتتوقعه ان شاء الله يعني، لكن المربع الذهبي بشكل جيد. خلي بالك المنافسه برضه لسه ما خلصتش، لسه بدري طبعا، محدش قال المنافسه خلصت يعني طبعا، ولسه المنافسه قويه طبعا. زي ما قلت لك انا برجح بقوه وباكد على كلام النادي المقاولين العرب هيكون موجود، ونادي الزمالك غالبا الضلع الرابع هيكون نادي بيراميدز السنه دي. بيراميدز يقدر يخش في المربع؟ لا الاسماعيلي ولا الاتحاد ولا المصري. طيب بتفسر بايه هذا الكم الهائل من الاهداف للنادي الاهلي في 11 ماتش؟ 33 جون
تفسير ايه من وجهه نظرك؟ ارجع تاني الحلقه كنت معاك هنا لما جينا والناس هجمتنا بسبب فايلر ودافعنا عنه لما تم التعاقد معاه بالظبط يعني والناس هجمتنا، قلت الراجل ده فيه حاجه كويسه جدا يا امير، وقلت للناس الراجل ده بيلعب كره هجوميه. الراجل ده في كل ماتشاته اللي شفتها الدوري البلجيكي في اي مكان، الدوري السويسري في مكان لعب فيه، راجل بيلعب كره هجوميه. هدفه دايما كره هجوميه ولا يكتفي، مش من المدربين اللي الفرقه جابت ده اللي كان بيدور عليه النادي الاهلي بالظبط يعني. احنا كان عندنا مدربين للاسف كتير في مصر، مش هقول في النادي، الفرقه تجيب جون يلا دافع وحافظ عليه والتقدم ده، الكره دي الكره دي ما عادتش موجوده في العالم. صح، الكره موجوده، احنا بنشوف انت بتشوف الفرق في الدوري الانجليزي وبتشوف ليفربول والمستوى الرائع اللي بيقدمه ريال مدريد، الفرقه كسبانه للدقيقه 90 ورايح بيهاجم. صح، راح بيهاجم بيبحث عن جون زياده، فده كان النادي الاهلي محتاجه. لديه العناصر فايلر اللي تقدر تنفذ له الكلام ده، لديه لعيبه، النادي الاهلي عنده خط وسط كلهم لعيبه بيغلب عليهم زي ما انت عارف الطابع الهجومي بالظبط، مش يعني مش الطابع الدفاعي مش موجود في اي حاجه، حتى لعيبه الهاف ديفندر زي ما احنا شايفين عمرو السوليه انقذنا في مباريات بيجيب هدف، حاسم اليو ديانج بنشوفه بيشوط ازاي على المرمى وبيوزع الكوره ازاي ومرر تمريره رائعه في ماتش اف سي مصري لمجدي قفشه، كانت تمريره سحريه اللي جاب منها جون. فعندك لعيبه كلها تميل للطابع الهجومي، وده كله يفسر العدد الكبير من الاهداف اللي النادي الاهلي احرزه السنه دي. البعض دايما بيحاول يعمل مقارنه ما بين مستوى النادي الاهلي المحلي ومستوى النادي الاهلي الافريقي، شايف المقارنه دي في محلها ولا ايه رايك؟ انا شايفها مقارنه ظالمه. ظالمه طبعا. ليه بقى؟ وغير موجوده على الساحه، لانك لازم دايما تحط في بالك وتحط ان دي غير دي ودي بطوله غير دي. في العالم كله الكلام ده موجود. مع احترامي يعني لكل الانديه، ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني مساواه مع برشلونه 40 نقطه، كان بيعاني في دوري ابطال اوروبا في مرحله المجموعات، تاهل اي نعم تاني خلف باريس سان جيرمان، ولكن كان بيعاني، تعادل مع كلوب بروج 2-2 وراح ماتشات تانية يكسب 1-0 بالعافية. دايما البطولة القارية بتختلف، ومع احترامي افريقيا بقى تختلف تماما عن اوروبا. افريقيا انت بتقابلك ظروف صعبة جدا، السفر الطويل للساعات كتيرة جدا، الفرق اللي هو حتى الان ده بيسبب ارهاق كبير طبعا، اختلاف درجات الحرارة، اختلاف الطبيعة الجوية، اختلاف الملاعب نفسها، الملاعب في افريقيا سيئة جدا حتى الان، لا زالت الملاعب سيئة للأسف للاسف، مفيش يعني اي تطوير بخصوص الملاعب في افريقيا يعني. لا في بعض الدول اتقدمت، ما نقدرش دول شمال افريقيا ملاعب جيده. انا بتكلم على تحت بقى في جنوب افريقيا، جنوب افريقيا متقدمه جدا كملاعب برضو زي يعني انا بتكلم على جنوب القاره بقى. لا لا، ما انا بقول لك ملاعب عندك بعض الدول بصراحه، انا بستثني جنوب افريقيا وملعب مازيمبي مع انه ترتان، بس هو ترتان بس استاد رائع. انا رحت الاستاد ده وشفته، استاد مرعب بصراحه، استاد جميل، ملعب صعب جدا، هو ملعب رجبي اساسا في الاساس يعني، ومتقسم تقسيمه الرجبي. الكره دي ما عادتش موجوده في العالم. صح، الكره موجوده، احنا بنشوف انت بتشوف الفرق في الدوري الانجليزي وبتشوف ليفربول والمستوى الرائع اللي بيقدمه ريال مدريد، الفرقه كسبانه للدقيقه 90 ورايح بيهاجم. صح، راح بيهاجم بيبحث عن جون زياده، فده كان النادي الاهلي محتاجه. لديه العناصر فايلر اللي تقدر تنفذ له الكلام ده، لديه لعيبه، النادي الاهلي عنده خط وسط كلهم لعيبه بيغلب عليهم زي ما انت عارف الطابع الهجومي بالظبط، مش يعني مش الطابع الدفاعي مش موجود في اي حاجه، حتى لعيبه الهاف ديفندر زي ما احنا شايفين عمرو السوليه انقذنا في مباريات بيجيب هدف، حاسم اليو ديانج بنشوفه بيشوط ازاي على المرمى وبيوزع الكوره ازاي ومرر تمريره رائعه في ماتش اف سي مصري لمجدي قفشه، كانت تمريره سحريه اللي جاب منها جون. فعندك لعيبه كلها تميل للطابع الهجومي، وده كله يفسر العدد الكبير من الاهداف اللي النادي الاهلي احرزه السنه دي. البعض دايما بيحاول يعمل مقارنه ما بين مستوى النادي الاهلي المحلي ومستوى النادي الاهلي الافريقي، شايف المقارنه دي في محلها ولا ايه رايك؟ انا شايفها مقارنه ظالمه. ظالمه طبعا. ليه بقى؟ وغير موجوده على الساحه، لانك لازم دايما تحط في بالك وتحط ان دي غير دي ودي بطوله غير دي. في العالم كله الكلام ده موجود. مع احترامي يعني لكل الانديه، ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني مساواه مع برشلونه 40 نقطه، كان بيعاني في دوري ابطال اوروبا في مرحله المجموعات، تاهل اي نعم تاني خلف باريس سان جيرمان، ولكن كان بيعاني، تعادل مع كلوب بروج 2-2 وراح ماتشات تانية يكسب 1-0 بالعافيه. دايما البطوله القاريه بتختلف، ومع احترامي افريقيا بقى تختلف تماما عن اوروبا. افريقيا انت بتقابلك ظروف صعبه جدا، السفر الطويل للساعات كتيره جدا، الفرق اللي هو حتى الان ده بيسبب ارهاق كبير طبعا، اختلاف درجات الحراره، اختلاف الطبيعه الجويه، اختلاف الملاعب نفسها، الملاعب في افريقيا سيئه جدا حتى الان، لا زالت الملاعب سيئه للاسف
للاسف مفيش يعني اي تطوير بخصوص الملاعب في افريقيا يعني. لا في بعض الدول تقدم ما نقدرش نتكلم دول شمال افريقيا ملاعب جيده. انا بتكلم على تحت افريقيا جنوب افريقيا متقدمه جدا كملاعب برضو زي يعني أفريقيا. بتكلم على جنوب القاره بقى. لا لا انا بقول لك ملاعب سيئة. بعض الدول بصراحه انا بستثني جنوب افريقيا وملعب مازيمبي مع انه ترتان بس هو ترتان بس استاد رائع. انا رحت الاستاد ده وشفته مرعب بصراحه. استاد جميل ملعب صعب جدا. هو ملعب رجبي اساسا في الاساس يعني ومتقسم تقسيمه الرجبي. فالملاعب دي كلها عوامل بتاثر عليك. فاذا ما ينفعش ان انا اقارن اقول ان النادي الاهلي ماشي هنا قطر في بطوله الدوري وماشي هنا بشكل سيء. بجانب ان انت برضه في بطوله افريقيا عندك منافسين مختلفين ما بتشوفهمش كتير. رايك ايه في المنافسه في افريقيا؟ شايف المنافسه ازاي؟ السنه دي المنافسه هتكون قويه جدا. المنافسه قويه جدا. طب خلينا نتكلم عن المنافسه في المجموعه دلوقتي اللي فيها النادي الاهلي. شايف الاهلي قادر ان هو يصعد باذن الله؟ النادي الاهلي على مسؤوليتي انا في شبكه في حد هيكسب الماتشين. الماتشين ان شاء الله باذن الله هيكسب النجم الساحلي وهيكسب في المباراه الاخيره. وافتكر قول ان الكلام اللي قلته ده هيكسب في المباراه الاخيره الهلال السوداني في السودان. لو اقيمت المباراه في السودان يعني احتمال ما تتلعبش هناك. يعني في ظل الازمات اللي هناك وغلق المجال الجوي اول امبارح والكلام ده هل هتنتهي الازمات دي ولا ايه؟ هناك مش يعني هناك الاهلي قادر باذن الله. انا بقول لك النادي الاهلي هيكسب مباراتين. نادي الهلال السوداني مش الفرقه انا شايفها حتى انا مع احترامي مش الفرقه اللي تخوف. اللي صعب المجموعه شويه فوز الهلال هناك في تونس على النيل. كانت المجموعه منتهيه من البدايه ماشي. لازم نضع في اعتبارنا طبعا الظلم اللي تعرض له. طبعا الاحترام للهلال ومشجعي الهلال والمسؤولين وكل حاجه. مع احترامي لنادي الهلال ولكن ان النادي الاهلي قادر انه يكسبه. حتى الماتش اللي هنا اللي هو 2-1 الاهلي كسب 2-1 في القاهره والهدف اللي جه النادي الاهلي كان مسيطر على المباراه بالكامل بغض النظر عن الهدف اللي جه فيك في الاخر. وما ننساش برضو ان احنا تعرضنا لظلم كبير جدا باعتراف الجميع في مباراه النجم الساحلي. ده كله كان هيفرق حسابات المجموعه جدا. واعتقد ان يعني خبر تغيير لجنه الحكام في الكاف دلوقتي يعني باذن الله ده يبقى حاجه افضل. اللجنه نفسها بتتغير؟ الرئيس لجنه الحكام هو لازم صراحه ماشي لان التحكيم الافريقي ملف يعني ملف عايز حلقات مشكله كبيره بصراحه ملف طويل يعني. هو الاقرب دلوقتي لاداره مباراه الاهلي والنجم الساحلي فيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي بعد ما كان تسيمه تم استبعاده بعد ما هيدير بعض اللقاءات في تونس. دي برضو علامه استفهام يعني غريبه. يعني انت ازاي توافق كاتحاد قاري على حاجه زي كده؟ يعني وان كان انتداب حكام ماشي في الحاله دي انا عارف ان هي حق لكل فرقه زي ما حصل وزي ما كان بيراميدز عندنا بيجيب حكام بالزبط. في كل مبارياته ماشي. ولكن ما دام انت هتعمل كده وافقت الاتحاد محلي عندك اللي هو الاتحاد التونسي انه يستعين بحكام النخبه في القاره السمراء اذا تبعد حكام النخبه دول اللي هيحكموا هناك عن مباريات الفرق اللي فيها تنافس مع الفرق التونسيه. صح مفروض المجموعه اللي فيها فريق تونسي زي الترجي مجموعه النجم الساحلي كده فيها فريق تونسي ولا حكم اللي هيحكمه هناك يحكم ماتشات ليه. ما ينفعش خالص صح. الحكام دول ممكن نلاقي تغيير سريع في مستوى الحكام بمجرد تغيير رئيس اللجنه؟ لا اعتقد الموضوع محتاج شويه محتاج شغل لان الراجل يبدا يشتغل. هو ماسك بنفس مجموعه الحكام انما هو هيبدا يبص كرئيس لجنه جديد هيبدا يبص على الحكام في الدول القاره عنده ويبص في بينزل يشوف مصر. ما هو بيتبعت دي تقارير كلها وبيشوف مستوى الحكام حكام الشباب حتى في مصر في الدوري المصري بيعملوا ايه بالظبط واللي خد الشاره الدوليه يبدا طب ابدا اغير عندي القايمه بتاعتي قائمه الحكام في الكاف نفسها تتغير عشان ابدا ادي الفرصه لحكام جدد. فده كله بيحتاج معاه وقت بالتاكيد يعني. بمناسبه ملف الحكام بتشوف ازاي اهميه تطبيق تقنيه الفار وهي على وشك التطبيق خلاص بدايه من الدور الثاني في مصر يعني؟ لا شك مطلب لا غنى عنه زي ما شفنا في العالم أساسي. كله اساسي في العالم كله. والموسم اللي فات احنا قعدنا هنا وكلمنا ان النادي الاهلي اول للرد على الجميع بس اللي بيتكلموا حاليا النادي الاهلي هو اول من ندى بتطبيق تقنيه الفار. وهو طب خليني اقول لك الخبر العاجل ده بمناسبه الفار. وزير الرياضه يوافق على بدء تطبيق تقنيه الفار بالدوري المصري. احنا عارفين الفتره اللي فاتت ما كانتش الموافقه جت من وزاره الشباب والرياضه رسميا ما كانتش رسميا كانت موافقه شفهيه لكن خلاص النهارده بيتم الاعلان بشكل رسمي موافقه وزاره الشباب والرياضه على تطبيق هذه التقنيه. واللي كان معطل الموافقه هو محاوله اللجنة الخماسية ان وزارة الشباب والرياضة تساهم في الجوانب المادية الخاصة بتطبيق هذه التقنية. كان واضح خلاص ان كله هيبقى على اتحاد الكرة وهو قادر على يعني سداد كل الامور المادية الخاصة بتطبيق تقنية الفار يعني. الموضوع مش صعب قوي مش صعب يعني 700 ألف يعني مش
مش مبلغ يعني، ده اللي اعلن عنه ان نحتاجه هنا لتطبيق تقنيه الفار يعني. بالظبط. نرجع بقى لاهميه التطبيق، ولكن التطبيق بتاعك لازم يبقى فيه. انا موافق، انت موافق دلوقتي. اولا بيان وزاره الرياضه الموافقه الرسميه اللي انا شفته حالا من دقائق يعني، قال لك لا على ان يتم تحديد الوقت. يعني حتى الان انا وافقت خلاص، اديت الموافقه الرسميه، موافقه الحكومه اللي هي الدوله وزاره الرياضه، خلاص طبق الفار. امتى تطبق الفار؟ اما تبقى جاهز ليه، اختيار الوقت المناسب للتطبيق. انت بقى كاتحاد كوره وكلجنه خماسيه، اقعد النهارده كده واشوف هل انا هقدر اخلص، هل هيقدر يتطبق في اسبوع اسبوعين ويبدا الدور الثاني اطبقه، ولا هتطبقه في اخر الدور الثاني. يعني انت تتوقع ان ممكن ما ينجحش اللجنه الخماسيه والاتحاد المصري ان يطبق تقنيه الفار بدايه من الدور الثاني؟ صح، اعتقد ان هتتاخر شويه. هتتاخر شويه. الموضوع محتاج، اصل الموضوع مش سهل برضه يعني، حتى لو بيضغطوا عدد ساعات التدريب على التقنيه دي. ما هو انت هتطبق، بيقول لك 10 ساعات كل يوم. ما هي الفكره، انت هتطبق فين؟ هتطبق للكبار ولا هتطبق في كل المباريات؟ لا كل المباريات طبعا. ما هي دي، اذا كل المباريات محتاج كل الملاعب يتم تجهيزها بغرفة الفار. ده مش سهل. ولا ممكن تبقى غرفة مركزية من خلالها يتم يدرب الكرة. بيبقى يعني في غرفة مركزية في كل الملاعب، تواصل مع الحكم، والغرفة المركزية دي أيا كان مكانها فين. وبتاخد القرار. انت بتجهز برضه في الملعب، ما هو في طريقتين في الفار. زي ما احنا شايفينهم في العالم. بالزبط. في طريقة الدوري الإنجليزي الشهيرة، وهي إن حكم الفار رأيه نهائي. نهائي. رأيه نهائي، هو بيبلغ. النهارده بس جددوا الموضوع، قال لك في حاله البطاقه الحمراء بس ارجع بص مفيش مشكله. ارجع بص. تمام. انما احنا في الدوري الانجليزي في الاهداف والتسلل والكلام ده حكم الفار رأيه نهائي. نهائي. بيبلغ حكم الملعب، حكم الساحه ان كذا. في بقيه الدوريات في العالم كله، اسبانيا واللي اتطبق وايطاليا والكلام ده، لا انا ببلغه بس. لاحظ. بدي له الارم كده. غرفه الفار، وروح شوف انت بقى. بتقول له بص. وحكم الساحه صاحب الرأي الاخير. صح. ده اللي موجود في بقيه الدوريات باستثناء الدوري الانجليزي زي ما بقول لك. احنا هنطبقه باي طريقه؟ ايه الافضل؟ الغرفه المركزيه ديت اذا هيبقى حكم الساحه ليه رايه؟ حكم الفار هيبقى حكم الفار هو اللي قرره نهائي؟ ما بقول لك، هل حكم الساحه هنا ملوش دور ولا هيبقى ليه دور؟ لا ليه دور في المباراه، لكن في القرارات اللي فيها شك او جدل هيرجع للغرفه المركزيه. اعتقد يعني العالم كله دايما انت بتقول السواد الاعظم او الغالبيه العظمى بتطبق الفار بتقنيه الدوري بطريقه الدوري الاسباني والدوري الايطالي اللي موجود. ان حكم الساحه لازم يبص ويشوف اللعبه. ده امر هيبقى مهم، لكن تتوقع نجاح تطبيق التقنيه باذن الله؟ باذن الله. هي زي ما بيقول لك لا غنى عنها، النادي الاهلي نادى بيها كتير من الموسم اللي فات في ظل الاخطاء الكتير اللي بيقع فيها الحكام. في النهايه الحكم لازم نقول كده، ده مش عيب فيه برضه، هيتطور مستواهم ماشي، ولكن الحكم هو في النهايه بشر. في لعبه ما بيشوفهاش اكبر حكام العالم، في لعبه من خلفه، في كذا حاجات كتير. فبيلجا هنا لتقنيه الفيديو، التكنولوجيا الحديثه اللي بتساعده، وبيبص على اللعبه بيشوف هل هي سليمة ولا لا، أو يقدر يطلع قراره بشكل سليم، وده بيفرض وبيحقق العدالة. قضت على متعة كرة القدم وقضت على الجماليات في كرة القدم، ولكن مع المتعة أنا عايز العدالة. بس على فكرة فيها متعة برضه موضوع تقنية الفار، انت ترجع للفار وتشوف ممكن جون والناس تفرح. احنا شفنا مناسبات كتير جدا السنة اللي فاتت في الشامبيونز ليج بالتحديد، وترجع تزعل، واياكس ومانشستر سيتي وكلام من ده، يعني حصل كتير وبيبقى فيها اثار بصراحة يعني. بعيدا عن الاثاره دي يا امير، زي ما انت فاكر، انت فاكر طبعا ماتش اسبانيا الشهير وجمال الغندور. طبعا طبعا. يعني لو تقنيه زي دي لو تقنيه زي دي موجوده في الورلد كاب ساعتها كانش هتحصل المشاكل الكبيره اللي حصلت دي، والهجوم اللي كان عليه، رغم ان حامل الرايه كان المخطئ مش كابتن جمال. هدف لامبرد الرائع اللي الكره نطت تسديده قويه جدا جوه في مباراه انجلترا، نطت جوه المرمى وخرجت محدش شافها. تقنية الفار هنا والتقنيات الحديثة اللي بيعمل بيها الفيفا، زي الشريحة الذكية اللي بتتحط جوه الكورة واللي بتدي ألارم للحكم لو تخطت الخط، كل دي حاجات بتساعد على تطوير كرة القدم وعلى فرض مزيد من العدالة اللي النادي الأهلي طالب بيها السنة اللي فاتت. الوحيد كتير اللي طالب بيها النادي الأهلي السنة اللي فاتت، وقعد ودخل في مشاكل مع اتحاد الكورة احنا فاكرينها قوية. صح. عشان تطبيق تقنية الفار، ونادى وبعت للاتحاد الأفريقي لازم تطبيق تقنية الفار. بالعكس انا شايف ان تطبيق تقنية الفار لازم يكون موجود في دور المجموعات في بطولة قارية زي دوري أبطال أفريقيا. البطولة القارية الأولى عندك في قارتك كقارة سمراء، كقارة تانية على مستوى العالم من حيث قوة البطولات، أو ثالثة بعد ساوث أمريكا من أوروبا، لازم يبقى عندك. طب تعالى بص معايا على الصور دي، تعالى بص شوف الصور دي، ده اللايف تكنولوجي، المباراة اليوم ما بين واتفورد وتوتنهام. المباراة خلصت كام يا جماعة قولوا لي؟ بص الماتش خلص 0-0، في الدقيقة 92 الجون ده اتلغى لتوتنهام. بص الكرة فين يا بوب؟ الكرة تخطت، عدت الخط. تمام؟ الكرة تخطت المرمى. هات لي بقى الصور اللي بعديها كده.
هات لي اللي بعديه. بص الصوره دي كمان، كره جون ولا مش جون؟ انت شايفها ايه؟ هي دي نفس اللقطه. انت شايفها ايه؟ الكره على الخط جوه صح؟ بس جون. الكره جون. ماشي عدي كده، هات اللي بعده. شايف دي الملي؟ الملي ده هو الفرق في ان الكره مش جون، يعني اتحسبت نو جول. نو جول. فاهم؟ دي اللايف تكنولوجي مش التكنولوجي الفار يعني، فاهم؟ اللي هي تقنية خطر غريبة جدا، مع ان اللقطة اللي فاتت الكرة جوه الجون. اول لقطة شفناها. فيعني الجدل شايف اللقطة دي، اللقطة الأولى اللي شفناها الكرة تخطت خط المرمى خالص، واضحة قوي يعني. يعني بص الجهاز الأبيض الصغير جنب العرض ده، شايف ده؟ ده بتاع اللاين تكنولوجي، فاهم؟ ده اللي مسؤول على موضوع ان الكرة لو عدت او ما عدتش وكلام من ده، وبيبقى فيه يعني زي اشاره كده بتيجي للحكم على الساعه بتاعته. اللي انا كنت بقول لك الشريحه الذكيه اللي بدات تتحط، الشركات العالميه بالزبط. زي اديداس وكده في الكوره بتحط الشريحه دي جوه الكوره. المفروض انها بتدي الارم. بص على ميلي، فعلا حاجه غريبه جدا يعني. حاجه صعبه برضه دي، فيها اثاره بالمناسبه يعني. اوريدي بعيدا عن الميلي، هو كده كده القانون اعتقد ان لازم الكوره تعبر بكامل محيطها. يعني لو الكره ما عبرتش بكامل محيطها برضه لا. طب لو حصلت اللعبه دي في مصر هيبقى التعامل ازاي؟ بتشوف ايه؟ هتقوم الخناقات. خناقات برضه يعني، مش هنخلص من خناقات. في النهايه انا شايف ان تقنيه الفيديو في مصر هتقضي على اللي احنا بنقوله ده. هتقضي على الخناقات. انا بنسبه يعني كبيره مش طبعا، وهتقضي على المشاكل يعني بنسبه كبيره. احنا شفنا النهارده تصريحات الكابتن وليد هويدي مصر المقصه عن الحكام برضه. طبعا هجوم قوي، وقال لك ان الحكام افقدوا فرقتي قدام وادي دجله والزمالك، مش فاكر ومين تاني، افقدونا 8 نقاط. قال لك ان لازم نرجع للكلام ده لان خسرنا نقاط كتير بسبب الكلام ده. بالظبط. 8 نقاط كتير. بيقول لك لو في حكام جيدين، الراجل ما دخلش طبعا لا في تقنيه ولا غيره، وطالبين انهم هيحكموا تحكيم اجنبي في كل مباراه. ده مش هيحصل، ده صعب. بالظبط. بيطلب في ايه؟ يعني انت لو شفت تصريحاته بيقول حامل الرايه. يعني على الاقل هو حتى مش بيحمل الحكام، بيقول حمال الرايه. حسبوا علينا كرات كتير ظلمتنا يعني. محتاجين يطوروا من نفسهم الكلام ده بصراحه، مساعدين في الحقيقه. حامل الرايه دي اخطائه بتاعت ايه؟ رقم واحد بقى الفار بيحكم لك الحاجات بالظبط، بيساعد يعني بشكل كبير جدا. يعني كل القرارات الجدليه اللي في المباراه الحكم بيحكمها، فاول، شد، جذب، مش عارف ايه، انما كره عدت، كره هدف، كره كذا، اللاعب كان متسلل ولا لا، ده كله شغل حامل الرايه. فلما يبقى عندنا فار بيحكم في الحاجات دي. طيب خلينا نتكلم بقى في الخبر العاجل ده، مهم جدا، تاجيل مباراه الاهلي وانبي بالشكل رسمي. قررت إدارة المسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها يوم 20 يناير الحالي، والأهلي مع إنبيا المحدد لها يوم 22 يناير ضمن مسابقات الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني. طب ده كويس قوي. ده كده عندك خلاص. كده إيه؟ كده يبقى أنت خلاص كده هتلعب المقاولين. عندك كده عزومه. ها ماشي يعني. اوكي انا هنا اول كلمه. لا بس هم كانوا مطلعين قرار، هم كانوا مطلعين قرار ان المباراه هتتلعب يوم 22. خلاص هم الواضح ان هم عدلوا القرار ده، وده امر مهم جدا عشان الاتحادات الافريقيه بالنسبه للفرق المصريه بشكل عام. قالك جاء ضمن اعتبارات القرار ده، طبعا ضمن اعتبارات ان التعديلات التي اجراها الاتحاد الافريقي مؤخرا قد ساهمت في زياده الضغط على الانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه. هو ده الصح بقى، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الاول في اول الحلقه، وانتقدنا فيه اللجنه الخماسيه، وفي الحقيقه الناس يعني قدروا ان هم يعدلوا القصه دي، لان فعلا كان هيبقى في تاثير مبالغ فيه على الانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه قبل مباريات حاسمه يعني. فاذا هيتم تحديد موعد مباراه الاهلي وانبي بدايه من الدور الثاني كده، وفي موعد لاحق باذن الله. ده خبر مهم وصار. انت اتحاد محلي، اتحاد محلي دوري دوري ان انا اخدم رقم واحد مصالح الانديه بتاعتي. بالظبط كده، بالظبط. احنا شفنا السنه اللي فاتت، شفت اللي بيحصل من الاتحاد التونسي ورا الترجي في ازمته مع الوداد، واللي بيحصل من نفس القصه من الاتحاد المغربي. فده اللي لازم احنا يبقى في مخيلتنا هنا، لازم الاتحاد الكره يدافع عن مصالح الانديه. بالظبط. انا ده دوري رقم واحد اتحاد مصري، ان انا دافع عن مصالح الانديه المصريه. عندي فرقتين بيمثلوني في دوري ابطال افريقيا، هم القطبين للكره المصريه، النادي الاهلي والنادي الزمالك. موجودين في بطوله مهمه جدا دوري ابطال افريقيا، ما اجيش العبهم قبلها ماتش، قبلها يعني زي ما قلنا سوري لفظ احشر كده في النص ماتش ليهم، ما ينفعش. جاهزيه الفرقه بتتعب، والارهاق بيسيطر على اللعيبه. انا كده كاني بنافسهم، مش داعم ليهم يعني كاتحاد. لكن هو قرار في الحقيقه اخيرا موفق بشكل رسمي، تم تاجيل مباراه الاهلي. انا شايف قرار موفق لاتحاد الكوره لموعد لاحق وباذن الله النادي الاهلي والنادي الزمالك يتاهلوا في مجموعته. حلو ان احنا ابتدينا، الناس ابتدت، المسؤولين يعني على الكوره في مصر ابتدوا يتخلصوا من جزئيه العند
نسبيا مع الانديه يعني زي قرار زي ده مثلا؟ بس هاند ليه؟ يعني لا كان في بعض الفترات بيبقى في عند كان موجود للأسف. ما نقدرش نقول لا كان للأسف. موجود بس انا هاند ليه؟ انا عايز مصلحه الانديه بتاعتي ممكن عادي يعني في النهاية اللي قوي يعني في النهاية كده. النادي الاهلي لو توج بطولة افريقيا باذن الله ان شاء الله ده نجاح لمين؟ لمصر طبعا نجاح للنادي الاهلي اكيد نجاح لاتحاد الكورة نجاح لمصر اكيد طبعا كل دي امور تحسب يعني ده امر مهم جدا خلينا نتكلم عن المنتخب الوطني شوية وخلاص عندك تحدي افريقي مهم جدا تصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية ومباراتين خلاص بقوا مع توجو في شهر مارس بدل ما كانوا هيبقوا تصفيات كاس العالم وفي نفس الوقت الكابتن حسام البدري موجود او هيسافر اوروبا عشان يتابع المحترفين شايف الخطوة دي جيدة من كابتن حسام البدري ما ده التساؤل بقى البعض بيقول لك ان هو هيقعد مع محمد صلاح يحاول يصفي الاجواء بشكل كبير عشان هو محتاج اللاعب طبعا الفترة الجاية وكده رأيك وهل صلاح يعني هل خرجت حاجه تصريح او حد قال ان صلاح مش جاي بس تصرفاته مثلا ممكن اللي بتدي ايحاء للبعض ان صلاح ممكن يتذمر في بعض انا مش شايف القصه كده انا شايف القصه ممكن قصه اصل مش هتبقى فصحى يعني ابو يعني لا قصه الاتحاد الافريقي يعني اللي حصل يعني الاتحاد الافريقي والافضل لاعب في العالم كده انا شايف ان القصه يعني داخل فيها رعاه وراعي هنا للحفل وراعي مختلف للاعب بره نفس اللي حصل ساعه مشكله الطياره فمش عايزين نعمل لود على محمد صلاح ماشي انا طبعًا عكس طبعًا. كل الناس اللي بتهاجمه انا مش عايز اعمل لود على محمد صلاح اكيد نجم كبير ماشي راجل انت عندك نجم لازم تقدر للاسف احنا لم يعني للاسف انا بقولها مصر لا تتعامل مع محمد صلاح حاليا بالمرتبه والمركز اللي وصل له في العالم والقيمه اللي وصل لها في العالم انت عندك لعيب دلوقتي ضمن افضل خمس لعيبه في العالم بلا جدال لازم تتعامل معاه بالشكل ده الراي بتاعه ده. هنا انا بخسر انا لعيب محلي بخسر دولار مع محمد صلاح لا بتحول ل 100 مش ل 10 20 مع الراي بتاعي بالظبط ده انا شايفه السبب الاقرب لموضوع افضل لاعب افريقي انما هل محمد صلاح هل صدرت منه او من وكيل او من كذا انه مش جاي لمنتخب مصر عمر طيب محمد صلاح ما يعمل بدري رايح يتابع انا مش مقتنع بالخطوه دي تماما يعني انا مش فاهم انت هي غريبه بصراحه يعني انت حسام البدري طب نمسكها انت رايح لندن زي ما قلت راح تشوف مين يعني مثلا هتشوف صلاح يعني هو صلاح لو صلاح مش هتجيبه يعني السؤال مش هتجيبه نفس الحال راح تشوف تريزيجيه محمد احمد المحمدي انت حاسب من اول يوم مؤتمر صحفي ليك وقلت ان الراجل ده ملوش مكان في المنتخب عندي يعني انت قفلتها في وشه من قبل اي حاجه لو عمل ايه انت قلت خلاص ما لم يعد له مكان في منتخب مصر وفي تغييرات تمام وده عكس برضه لتال انا حتى الان أنا انت كابتن حسام البدري قلت في تغييرات انا مش شايف اي تغييرات في المنتخب لازم الناس تتضايق لازم الناس تتضايق فين التغييرات ايه اللي حصل في منتخب مصر قول لي الاسماء الجديده اللي دخلت مفيش اسماء جديده قوي حتى الاسماء الجديده ما اثبتتش تواجدها خلال الماتشين بتاع كينيا وجزر القمر لكن نامل ان شاء الله في اللي جاي باذن الله لان الكابتن حسام بدري يكون موفق في الحقيقه لان حسام محتاج يبص اكتر انا شايف مع احترامي للكابتن حسام طبعا وجزر المعاون لازم تبص اكتر على الدوري المصري لازم تبص على المنتخب الاولمبي المنتخب الاولمبي طبعا لازم المنتخب ده يبقى منه معظم انا شايف ان معظم عناصر المنتخب الاول للفتره الجايه لازم تكون من المنتخب ده بالظبط نتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري باذن الله فيما هو قادم من مباريات رسميه بالنسبه للمنتخب الوطني الاول يا استاذ ايهاب نورتنا وشرفتنا اشكرك شكرا جزيلا اشكرك واشكر جماهير النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي على الفرصه الجميله دي نورتنا وشرفتنا فقر